مساء الخير للجميع. في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ توفيق جبالي، شكرا لكم جميعا. في الحقيقة أنا هنا لا لأقدم إجابة عن هذا السؤال الصعب جدا، لأنه سؤال يبدو في نظري أصعب من القيامة، ومن يقدم إجابة نهائية عن أي سؤال لا يمكن إلا أن يكون كاهن يقدم حقيقة مطلقة. وحدهم رجال الدين يقدمون الحقيقة المطلقة. أنا هنا معكم لأفكر معكم جماعيا في الإجابة عن هذا السؤال: لماذا المسرح؟ سؤال يبدو ساذجا جدا في نظر الإنسان العامي، ولكنه في غاية من الخطورة. يذكرني الآن بسؤال الشاعر الألماني هولدرلين: لماذا الشعر في أزمنة البؤس؟ ولذلك فإنه سؤال يمتلك وقع الرجة، إنه علامة جذرية على الوعي بأزمة ما، وعلامة اعتراف بشقاء وجودنا المسرحي على أن يكون الهدف منه السير نحو ممكن أفضل. ولكن متى يجد هذا السؤال ترحيبا؟ حين نطرحه، أو كيف يطرح علينا هذا السؤال؟ في الحقيقة نحن لا نستطيع تقديم إجابة واضحة عن هذا السؤال إلا على نحو عدائي وغاضب، حين يطرح علينا من قبل جهة أخرى غير المسرحيين، فهو يعكس احتقارا لهذا الفن، وخاصة حين يأتي من قبل رجل السياسة أو رجل الدين أو الجهاز الأمني للدولة. ولذلك فهو سؤال يأتي بشكل ساخر: إن مهمة المسرح هي الإضرار بهذه السخرية ومقاومة التفاهة بجعلها أمرا مخجلا، إنه يوجد لكي يمنع الفكر من السقوط في السفالة ومن النمطية والسذاجة التي تكرسها الدولة بأجهزتها السياسية والإعلامية، أو المسجد بوصفه مصنعا لتعليب الأفكار في بعد واحد. إنه يوجد أيضا ليصنع أحرارا بوصفه تمارين على ممارسة النقد. في المقابل سنرتبك ونحن نبحث عن إجابة لسؤال لماذا المسرح حين نطرحه نحن كمسرحيين، لأننا في هذه الحالة سنقيم في حضرة الشك، الشك في تجاربنا المسرحية سواء كانت ممارسة إبداعية أم نظرية، وهو شك يقودنا إلى الاعتراف بأنه ثمة أزمة ما، أزمة جعلت من وجودنا المسرحي متقوقعا على أناه، ولا نعرف في هذه الحالة إن كان سبب هذه الأزمة هو نحن المسرحيون جميعا بوصفنا نعجز عن تقديم نماذج مسرحية كبرى، أو هي راجعة إلى حجم الحصار المفروض على المسرح والمسرحيين. يبدو أن هذا السؤال لن يجد ترحيبا من أحد، لذلك ستشهد الجهة التي تطرح هذا السؤال اعتراضا عنيفا من قبل المسرحيين، لأنهم في ذلك بقدر ما يدافعون عن وجود هذا الفن يدافعون أيضا عن وجودهم الخاص، إذ كيف يمكن أن نتحدث عن مسرح دون مسرحيين؟ ولكن المسرحيين أنفسهم لن يرحبوا بهذا السؤال حتى وإن خرج من أفواه المسرحيين أيضا، لأنه بهذا الشكل سؤال يعيد المسرحي إلى مراجعة خياراته، وما إذا كان ممكنا أن يتورط في مجال آخر غير مجال المسرح. لا يطرح هذا السؤال بالجرأة الكافية من المسرحيين إلا مسرحي حقيقي، لأنه مسرحي لا يخاف من تجربته الحية، ولأنه مسرحي غامر بالانتماء إلى المسرح وجعل من هذه المغامرة قرارا مصيريا، ولأنه مسرحي لا تزعجه محاكمة نفسه حين يتحدد وجوده المسرحي في شكل أزمة، ولذلك فهو ينظر إلى سؤال لماذا بوصفه سؤالا دالا على الوعي ومثيرا للاستغراب أمام الإحساس بغربة الذات في الوجود. لماذا المسرح؟ طبعا
يجب أن نسخر في هذه الحالة من تلك الأصوات المنادية بضرورة المسرح كي تقتات من عروضه وتجعل من هذا الفن وسيلة معاشها. يا للسخرية، هل نريد مسرحا كي نطعم بعض الجياع الذين أقنعونا بأنهم ينتمون إلى المسرح؟ لقد ارتبط هذا السؤال لدينا من زاوية رفض الحالة الاجتماعية الظالمة لبعض المسرحيين كما نشهد وقائعها اليوم، ولأن المسرح كما ذكرت سلفا طاقة رافضة لكافة أشكال التفاهة، فقد تم ترذيله أيضا عبر أشكال الرفض التي يقدمها المسرحيون الآن أنفسهم بوصفها أشكال نضالية منحطة. هؤلاء المسرحيون يفكرون في المسرح ببطونهم، ولذلك نحن هنا لا لنقيم مأتما حول وضعية المسرحيين، بل لنفكر في المسرح على نحو أرقى وأسمى. السؤال إذن دال على القلق. تاريخيا أعتقد أن هذا السؤال لم يكن ليطرح قديما، لأن المسألة كانت محسومة من حيث اشتغال المسرح. فمنذ قرون مضت صاحبت فلسفة القرن الرابع قبل الميلاد ممثلة في أرسطو، ومن قبله سقراط بوصفه قناعا أفلاطونيا صاحبت التراجيديا الإغريقية، ومارست عليها ضربا من الشرح أو التقنين أو الأقصاء. لكن لا أحد يمكنه أن يتخيل اليونان القديمة دون يوربيتس أو أسخيليوس أو سوفوكليس. تخيلوا معي مثلا ماذا لو لم يكن هناك شاعر اسمه هوميروس أوصل إلى العالم برمته نبأ انتصار الإغريق على الطرواديين. لماذا المسرح أنذاك؟ لأنه كان حبر المدينة وضميرها، لأن المسرحيون والشعراء أنذاك لا يقلون شأنا على المقاتل المحارب أو السياسي، ولأنه لولا وجود المسرح في تلك الفترة لما كان هناك وجود لتلك الفلسفة التي تدرس حتى اليوم في الجامعات الغربية والعربية أيضا. ولولا وجود المسرح آنذاك لما قدم إلينا فرويد عالم النفس، تلك الترسانة من المفاهيم على نحو عقدة أوديب وعقدة إلكترا، مستأنسا في ذلك بإعادة تشغيل التراجيديات والأساطير الإغريقية القديمة. يمكننا الآن تنشيط سؤالنا من خلال نموذج حديث. منذ سنة فقط وقع بيتر بروك عرضا مسرحيا تحت عنوان لماذا؟ كان مايرهولد نموذجه المسرحي، والمقصود في حالة كهذا هو لماذا الممارسة المسرحية، أو لماذا المسرح في عصر تغيب عنه السردية العظيمة والأعمال المسرحية الكبرى كالتي كانت تحدث قديما ووصلتنا أخبارها. وبالرغم من أننا لم نشاهد العرض حتى يتسنى لنا تقديمه على نحو كاف، إلا أنه يمكننا الإجابة عن سؤالنا لماذا المسرح من خلال ذلك التصريح الذي ورد في العرض على نحو طريف للغاية: إذ أن الله هو الذي خلق المسرح كي يريح البشر من قلقهم ومللهم وهم يعيشون على الأرض. المسرح وقلق البشر. ليس القلق هنا مفهوما نفسيا في هذا السياق، ولكنه نتيجة لشكل سكننا في المدينة بوصفه شكل سكن الإنسان في المدينة بوصف هذا الإنسان حمال أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية بالأساس. ولذلك فإن المسرح هو الفن الذي يحاكي شكل هذا السكن على نحو لا استنساخ فيه ولا تقليد، بل على نحو جمالي وفني لا يخلو من التخيل واستبصار المستقبل. والمسرح أيضا هو القوة الفاعلة والنشيطة داخل الفضاء العمومي، وهي قوة من شأنها تدمير ما يشد الإنسان للعيش في فضاء المدينة بوصفه رقما أو عبدا في سوق الرقيق السياسي.
كما نشاهده اليوم، لا بوصفه مواطنا للأسف. لا معنى إذن لطرح سؤال لماذا المسرح خارج سياق الفضاء العمومي الذي ننتمي إليه، سواء كنا فاعلين فيه كمواطنين أو كأفراد بلا إرادة أمام سلطة ما. ولذلك فإننا نطعم هذا السؤال بسؤال آخر: ما موقع المسرح في هذا الفضاء؟ ولماذا يجب أن يكون له دور فعال فيه؟ تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الفضاء العمومي مفهوما نحته الألماني هابرماس وترجمته الحرفية إلى اللغة العربية كما انتبه إلى ذلك المسكيني تعني الفراغ العمومي. قد لا تخدعنا اللغة أحيانا، فنحن فعلا نحيا في فراغ عمومي أو جنون عمومي، ولكن من يعمر هذا الفراغ؟ ما معنى أولا الفضاء العمومي؟ يعرفه هابرماس كالتالي: هو المجال التاريخي الذي يكون الرأي العام ويحكمه، وهو أيضا إطار قانوني نهائي لكل قدرة على التعقل اليومي لمعنى المواطنة. ولهذا لا معنى إطلاقا للحديث عن الفضاء العمومي دون استعمال عمومي للعقل يجد مجالاته في المجلات والنوادي والصالونات الأدبية ووسائل الاتصال والمسارح وغيرها. وبالتالي يكون التأثير لا سياسيا واجتماعيا فحسب، وإنما أيضا ثقافي وجمالي. ولا معنى أيضا للحديث عن فضاء عمومي لا يهتم بقضايا العيش المشترك ولا يعلن عن قيم المواطنة وتربية الأفراد على ممارستها. في هذا الفضاء لا تنشأ سلطة الدولة التي يستمد من جهازها الحقوقي شرعيته فحسب، إنما ثمة أيضا سلطة مضادة كسلطة المجتمع المدني. ولهذا فهو فضاء مدني له جغرافيته الخاصة به. هكذا باقتضاب يمكننا تعريف الفضاء العمومي. السؤال هنا: ما طبيعة الفضاء العمومي الذي نسكنه نحن؟ وما هي الأجهزة التي تتحكم فيه؟ ولماذا المسرح كقوة يجب أن تدخل مجاله وتنافس أجهزته تلك؟ ما يحتكم إليه الفضاء العمومي لدينا هو ثلاثة أجهزة قمعية حددها المسكيني في كتابه فلسفة النوابت كالتالي: الأولى آلة التخييل التي تقدمها الملة وهي المسجد، ثم آلة العنف الشرعي للدولة وهي الثكنة، ثالثا وأخيرا آلة الدرس وهي المدرسة أو الجامعة. تتميز الآلة الأولى المسجد بالانغلاق والتحجر والدغمائية، ولذلك فهي تشرع للاستئصال والقتل والدم نتيجة ارتهانها لمنطق الحقيقة المطلقة. وتتميز الثانية الثكنة بالمراقبة والمعاقبة، ولذلك فهي لا تتمثل وجود المجتمع المدني معها إلا على نحو الصراع والمحاكمات. وتتميز الثالثة الجامعة أو المدرسة باجترارها الفكر المجرد والقديم. ولذلك فإن مدرستنا اليوم أو جامعتنا اليوم لا تنتج مفكرين، بل تنتج تقني معرفة، ولا تنتج فلاسفة أو مبدعين، بل مدرسين وموظفين عموميين. هكذا يمكن القول بأننا لا نعيش في فضاء عمومي كالذي حدده هابرماس، وإنما نعيش في مصنع من الآلات. وهنا نستدل بما صرح به المسكيني بالقول إن هذا الوضع العمومي إنما يدفع إلى اليأس حقا، عندما نعرف أن العلاقات بين عقل المدرسة وعقل المسجد وعقل الثكنة إنما هي علاقات قائمة على العنف وغير تواصلية. على هذا النحو من سكننا في هذا الفضاء سنشهد ضربا من إعدام الانتقال الديمقراطي الحقيقي،
ضربا من غياب المواطنة، ضربا من المراهنة على الساذج والرديء وسيطرة المزيفين في البرلمانات وتفشي التصريح الإعلامي ومولد رهط جديد من منتجي الخردة الفنية. ولذلك فإن المناخ العام برمته لا يمكنه الترحيب بالمسرح. ولذلك أيضا فإن طرح سؤال لماذا المسرح من جهة الحالة الاجتماعية الظالمة لبعض المسرحيين سيلحق ضررا بالمسرح، لأن ذلك ليس دوره الحقيقي، بل دوره هو اقتحام هذا الفضاء كطاقة تخرب أجهزته التي تحدثنا عنها، بل وتخترقه من أجل أن ينخرط المسرح أيضا في صناعة الرأي العام. إننا نحتاج جسرا يربط بين الأجهزة الثلاثة التي حددناها سلفا، وهذا يبدو مستحيلا إلا إذا حررنا الله الإسلامي من سجن المسجد والنظر إليه كطاقة روحية لمؤمن لا يحتاج إلى مؤسسة دينية تثبت إيمانه أو إلحاده، وإلا إذا حررنا المدرسة من سقوطها في اجترار الأجوبة الموجودة سلفا في الكتب والدفع بها لتصبح فضاء خلاقا لإنتاج الفكر، إلا إذا حررنا الثكنة من الحاكم الهووي الذي لا تستهويه إلا السلطة المطلقة. وحده المسرح قادر على فعل ذلك، أن يكون أداة التحرر، فقد ولد منذ قديمة من رحم الأساطير والاحتفالات الجمعية، وعلى الرغم من أنه يشتغل الآن دون ميثولوجيا لأننا نحيا في أفق معاصر لا أساطير له، إلا أنه ما زال حد الآن يحتفظ بطاقته المدهشة على روحانة العالم. ولذلك بدلا من الانخراط في مواجهة مؤسسات الله ونقاباته كما لو أنه يلعب دور المدفع، يمكنه إعادة ترميز وجودنا على نحو جمالي، وهنا سينخرط في المقاومة لا المواجهة، وهنا يمكنه تدمير آلة التخيل المسمات مسجد واستبدالها بأفق روحي جديد يخلص الإنسان من تفاهة اليومي. أجري هنا على سبيل المثال للحصر مقاربة أعتقد أنها جريئة بعض الشيء بين مسرحية المجنون للأستاذ توفيق الجبالي ومسرحية تسونامي للفاضل الجهايبي، وذلك من حيث السؤال على المسرح كإقامة في الوجود، كإقامة في الفضاء العمومي. تمارس الأولى مسرحية المجنون فعل الاختراق، تصنع الحدث، تكنس اللاهوت الإسلامي عبر تجاهله، تقدم مناخا روحيا مغاير وغير ملوث أو مشوه كالمقدس الديني القائم على تشغيل الدم، تبذر الأمل، تهبنا إمكانية السكن في الفضاء العمومي على نحو يكاد يكون فيه الإنسان حرا، ولذلك هي لا تعطي تصورا عن حدث زائل ستموت بموته، بل تفصح عن رؤية للعالم. ومنطلقها في ذلك كتابة مختلفة لكاتب مختلف هو جبران خليل جبران. أما الثانية، أقصد هنا مسرحية تسونامي، فهي تجعل من المسرح سلاح، لا تصنع الحدث بل ترد الفعل عليه على نحو بافلوفي، تنخرط في الصراع الدائر بوصفه صراعا سياسيا دون مرجعية جمالية، ولذلك فهي لا تتحقق إلا بوصفها في تبعية لآلة العنف الشرعي الثكنة في مواجهة آلة التخيل المسجد، ولذلك أيضا ستنتهي بنهاية الحدث الذي أنتجها. على العكس، إن مسرحية المجنون تمثل ضربا من اختراق الآلتين المسجد كما الثكنة، تقوض مركزية المسجد وفي نفس الوقت تقدم شكلا للمقاومة لا ينحاز لآلة العنف الشرعي. إنها تقدم بدائل أخرى لإمكانية السكن في الفضاء العمومي. ما أريد قوله هنا هو أن للمسرح
طاقة اختراق للفضاء العمومي شريطة أن يتحرك على نحو المقاومة لا المواجهة. ومثل ما يمكنه أن يحل بدل المسجد بشكل يصبح فيه مقدسا جماليا وروحيا، يمكنه أيضا اختراق آلة العنف الشرعي وهي الثكنة وآلة المدرسة أيضا. إن المسرح يبدأ من اللحظة التي ينتهي فيها كلام تلك الأجهزة، لأنه ليس واحدا منها، ولأنه لديه دائما ما يقوله، ولذلك فهو مخول لإعادة تربية الإنسان الذي أنتجه هذا الفضاء على نحو جعل منه مشتتا وممزقا وغريبا ومغتربا عن واقعه. إن المسرح على هذا النحو هو الواقع الجمالية والفكرية التي تحل في الفضاء العمومي وتعمل على تشغيل العقل عموميا لا عاميا. أن سؤال لماذا المسرح هو سؤال قلق يعترض على أزمنة البؤس، وهو سؤال يجب ألا نسمح لأي كان بطرحه حتى لا يتلوث، وأن نطرحه فمعناه أننا نسأل عن الدستور الجمالي للمسرح وطبيعة إقامته في الزمان والمكان. طبعا لم يكن الله هو الذي خلق المسرح كما وصلنا مزاح بيتر بروك، ولكن يبدو أن علة هذا الفن تأتي من قلق البشر فعلا، قلقهم القديم حين أنتجوا الأساطير والظواهر الاحتفالية والأشكال الفرجوية تمعينا لوجودهم، وقلقهم القديم أيضا حين احتاجت المدينة وجود الشعراء التراجيديين والكوميديين يقولون محنة الإنسان وأقداره وهو يصارع الآلهة، وقلقهم القديم الحديث كما نحيا الآن أمام توحش السوق وصحوة الأصوليات المعاصرة. ولذلك كان هذا الإنسان يحاكي واقعه على نحو جمالي دائما، أو ينتصر على الألم لا بالهروب منه بل باللعب معه. ولذلك فإن المسرح على الرغم من أنه طاقة هائجة من مهماتها تخريب البؤس الاجتماعي والسياسي والثقافي، فإنه أيضا شكل آخر من أشكال سكننا الوجود. لماذا المسرح إذن؟ لكي نمسرح فواجعنا وآلامنا وشتاتنا التي نعيشها الآن، لكي نمسرح هذه المسوخة السياسية والثقافية والأعلامية وغيرها من الأشباح المفزعة على نحو دحضها، لكي نمنح لسكننا في هذا الفضاء العمومي بعدا جماليا، لكي نستل الأمل من مخلب الكارثة، لكي ندرب أنفسنا جيدا على الإنسانية، لكي نتعلم الهجرة إلى المستقبل، لكي نعرف الطريق السالك بنا من التوحش إلى التمدن. لماذا المسرح إذن؟ لكي نختبر ذواتنا. ما إذا كنا بشرا على قلق دائم أم محض خردة آدمية أغلقت باب التفكير في تاريخها. شكرا وأعتذر عن الإطالة. Mais je vais paraître très peut-être primaire. معناتها في اللي باش نقولوا نجم ياسر سمعت كلمة أزمة ومراقبة وتدمير وخراب عجبتني مرة كي قال مسرح جسر. أنا بوغ موا المسرح حكاية القلق هذايا، القلق ماهي جاية من ليتر هومان ديما يقلق خاطر إلا بوكو دو ديزير. معناتها ليتر هومان من داخل يقلق يقلق دونك خاطر ديما عنده حاجة يحب يعمل حاجة جديدة. المسجد والثكنة والمدرسة سو رابور معناتها على ريليجيون ما نعرفش علاش هكا ياسر موجود هوني معناتها ياسر تنجم فما ناس لا ريليجيون ترتاحهم معناتها المدرسة كونت يدي المدرسة سي دو لاندوكترينمون جو سوي با داكور خاطر المدرسة نوزا ابخي ا ريفليشيغ نخمو وكنا في المدرسة نعملو مسرح زيد
دونك معناتها وبدينا بكلمة أزمة زادة كيف معناتها اون فيت أنا بور موا لو تياتر سي لو مومون بريزون سي أنت ساعة أول حاجة ما حكيناش على البدن نتاعنا أنا كي نجي للمسرح جو سوي أون رابور مع روحي ومع بدني ومع الآخرين معناتها الحاجات الحلوين كلهم هوني بيرسونيلمون سا ما أم تي بو أنغواسي معناتها أونيتمون ما نعرفش بالكش هو المسرح لازم يعمل أنغواس باش من بعد نداويو الأنغواس بالمسرح هكا ما نعرفش حسيت حاجة هكا ندرى كيفاش من داخل هكا وجعتني ولا ندرى كيفاش وسلاح ومدفع ومقاومة معناتها مدفع وسلاح ومقاومة ذكروا للمسرح ما تذكروش للثكنة راهو لهنا في اللي كان يقول لنا فيه هو يعطيه الصحة لا محالة معناتها اي ميساج قلقني باش نشوف بصفة أخرى ومتوحش للتمدن زيدا صعيبة ياسر الحكاية دي شتي جينا متوحش للتمدن معناتها بالمسرح معناتها تصور انت الناس اللي ما عملوش مسرح كلهم في حياتهم باش يقعدوا متوحشين واحنا باش نبداو متمدنين معناتها ولا قلتك سي بوتيتر اون كومبريهونسيون ان بو بريمير ما نعرفش ما بون سي سكو جي روتوني هكا لي مو كلي عملت كي جوجل شديت الكلمات هذوك من الكل فوالا سي حاتم مشكور على الكون بريزنتاسيون تاع المنظمة تاع المسرح الحقيقة يعني الكم من المعلومات اللي قدمتها يصعب أنه الإنسان باش يركز معها كل لكن أنا حاولت أن على الأقل أستقي بعض من هذه المعلومات الانطباع اللي على الأقل الشخصي بعد ما سمعتك بكل انتباه هو أنك تعاطيت مع مشكلة المسرح أو موضوع المسرح بنوع من التعالي يعني المستمع يتبادر إلى ذهني أن المسرح هو الحل لكل المشاكل وأن الآخر هو المشكل هذا على الأقل ما تبادر إلى ذهني ونفسر شوي أنا حسب رأيي مع أني من رواد المسرح ومن محبي حتى لا أقول من عشاق المسرح كي نصل إلى إيجاد جسور أو جدليات إيجابية مع الفضاءات الأخرى يكون من المجدي ولو تكتيكيا التعاطي بنوع من سمحني معناها التواضع المقصود من هذا هو نحن الآن نعيش أزمة الاحتكارات فالفضاء الديني يحتكر الحقيقة والفضاء السياسي يحتكر الحقيقة والفضاء الفني ربما أحيانا يحتكر الحقيقة المنجي من أزمتنا كلها هو الذي ينسب كل هذا حسب رأيي وبالتالي عوض أن نحتكر ميدان من الميادين ونحن الآن نتكلم عن المسرح نتبنى ربما ولو جزئيا الفضاء فضاء من الفضاءات الأخرى كأن نتكلم عن السياسة بنقد سلبي يمكن أن نتبنى أطروحات السياسة ونطرحها بشكل فني نفس الشيء بالنسبة للدين أن يعني أن نتعامل معه من الخارج يمكن أن يكون مجدي أكثر لأنه إذا كان فهمتك بالقداء هو الهدف في نهاية الأمر هو شنو الوصول إلى حالة أنجع في هذا المجتمع الذي نتشارك فيه بالتالي يعني أنا لا أختلف معك في عمق الأفكار التي تطرقت لها ولكن ربما في درجة في
الانتنسيتي يعني في درجة في الحدية في الحدية في التعاطي مع هذه الأشياء السلبية، لأنه أنا ما يهمني في نهاية الأمر من ربما من منطق براغماتي هو أن أصل إلى جدلية تعطي نتيجة إيجابية في نهاية الأمر، أي تفتح أواصر التجاذب. ومشكور. حبيت نشكرك أول حاجة على المجهود اللي عملته الفكري اللي هو مستاهل، حتى الإجابة على السؤال اللي قلت عليه أنت مستاهل وطرحته من الأول. أما جو في رجواندر شوية الزملاء اللي دخلوا، يعني أنت أعطيتنا الجانب الثوري المتشنج المتأزم شوية بتاع المسرح. حبيت نسألك وينه الجانب الآخر للمسرح الحالم اللي فيها أشياء إيجابية بوزيتيف. سؤال، هذا سؤالي وشكرا. حاتم يعطيك الصحة على المداخلة، ميرسي بوكو. دونك يعطيك الصحة سي توفيق سي بور بور لوكازيون. دونك جوست معناها بور اوموندير ان تي بو معناها بار رابور او كيسيونمون بوزي لحاتم، معناها مش على اساس انه شفنا الأزمة بلوتو هي اللي عبر عليها حاتم اكثر منه حاجة اخرى. شفنا انه المسرح اللي عبر عليه حاتم هو المسرح المتشنج وغيره. تبقى لو تياتر تيل كو اون ايسي معناها حاتم الى ايسي دو بريزونتي سيتي ان تياتر دو ريزيستونس. انا يظهر لي هذا هي الحلم معناها اون كلكو سورت، معناها انك تثور على 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 المعتقد ولا على السيد على اساس انه هو يقدر يعطي فيك في الـ في الـ في الاجابات الحاضر. معناها سي لو بريت ا بونسي براتيكمون، معناها كيما فما لو بريت ا بورتي لو بريت ا مانجي فما لو بريت ا بونسي تو اللي عايشين فيه. دونك براتيكمون لو تياتر سا نو بيرمي احنا بينا دو ريفوار تو سا. مي تبقى انا ممكن اللي حسيته ممكن اللي حبيت نلوج عليه انا اكثر معناها عند المداخله تاع سي حاتم شنو سي كو chacun d'entre nous peut-être هوني اختلافا على 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 ممكن ناس اخرى مست المسرح اوترومون. اللي جاي هوني elle se pose la question par rapport la situation de l'individu par rapport au théâtre. اش معناها انا ويني بالنسبه للمسرح، لماذا المسرح لي انا؟ فهمني بون ابري تو معني بالانطلاق من المداخله نتاعك انت نستشف ونشوفوا ونراو انه ذواتنا تنجم تتحقق في الفضاء هذا، الفضاء اللي على اساس انه ان اكتور سي كو ان فيت لاكتور سي سولوي كي هو اللي يفعل في لاغيس بوبليكاس معني في لا شوز بوبليك يعني دونك تيل كو سا ايتي ديفيني معني في ليتيمولوجي غريك. دونك ا بارتير دو سو كونستا نجم نقول لك اللي احنا لماذا المسرح جوابا على لماذا خاطر حتى انا حاولت نقرا دروسي شويه انا وصحابي حاولنا نجاوبوا على السؤال هذا قبيله في الفيسبوك. دونك قلنا انه نجم خاطر انا نتفكر اول عام جيت فيه لهنا للتياتر لا كيستيون نوز ايتي بوزي كلكو سورت. فما اللي يحب باش يولي يمثل في مكتوب، وفما اللي يحس روحه يقلد من هو صغير وامه وبوه تقول له برا تبارك الله عليك نجم تعمل تياترو، واللي ما عرفش انا باش ينحي الحشمه. ما يتبقى انا يظهر لي الفضاء هذايا قدر انه يستوعب الفضاءات ولا لا غيس بوبليكاس اللي كنت تحكي عليها قبيله، الفضاء العام اللي كنت تحكي عليه قبيله. بون بو امبورت معناها حتى المسكين معناها سون ابروش دو سيت اسباس بوبليك اون بو لا روبروشي معناها شويه نجمو ننقدوها برشا برشا في الموضوع هذا. دونك ا مون افي سي كو ينجم يكون كيف ما كنت تقول انت معناها ابارتير من لي ريفيرونس اللي جبتهم سي كو لي ريفيرونس دايدوغور مثلا نقول معناها سي 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 لاكت دو فيلوزوفي معناها ممكن نعملوا فيه دون فاسون انكونسيونت معناها نطلعوا وقت اللي نطلعوا باش بور سادابتي ان اكزرسيس ولا بور سو كيسيوني ولا بور سو بوزيسيوني بارابور اون كيسيون معينه اون اي اون تران دو سي ليبيري ان كيلكو سورت. دو لا ريبونس على الزميل تي معناها اللي دخلت الاولانيه انه اوني لا بور بوزي دي كيسيون. دونك بوتيتر لا كيسيون جوابا على السؤال لماذا المسرح مازال ما نعرفوهش من هنا القدام، بوتيتر كو مازلت متواصله معناها للاجابه. ميرسي بوكو.
Merci beaucoup, Hatem. Donc, en fait, j'ai noté trois points, à savoir, vous avez mis trop l'accent à la religion, din et la politique. Donc, ça, il faudrait peut-être identifier davantage le lien. C'est très limité pour moi, avec mon vécu très, très modeste par rapport au théâtre. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. فما ان اوتر بوين كي كاتيري مون اتونسون سي وقت اللي قلت اللي المسرح هو وسيله او اداه لاختراق الفضاء العمومي اسافوار المسجد الثكنه الجامعه او المدرسه دونك انا جو مي دوموند المجتمع المجتمع دون لو سونس لارج اي لا فامي جو بارل دو سا دو بار ان فيكو يعني جي ايتي الفي دون زو فامي اللي يزي وعيب وما يجيش وحرام وكل Donc, avec l'âge, l'expérience et surtout l'expérience au niveau de théâtre, ça m'a permis de dépasser ça et faire en sorte d'inculquer ça également à mes enfants. Donc, pour moi, c'est important d'évoquer al-mujtama dans le sens large, ou la famille qui est une composante de al-mujtama. Et par la fin, il y a un truc important. Les hassides, justement, c'est votre position, il y a une sorte de lutte. Et un combat par rapport à surtout l'élite que vous avez citée. Et je pars du principe que ça devrait être plutôt constructif que d'être dans cette bataille et cette lutte. Merci. Aslama. Juste, je voulais faire une remarque qui est sur le fait que vous avez la question à travers le mouchtama tounsi et le temps de l'Hali. وانا ممكن احنا جينا هنا برشا في على معناها السؤال نفسه يظل لي يتعدى ومعناها مساله البلاد ومساله الوضعيه معناها هذه شنو التساؤلات اللي احنا عندنا والحاجات اللي نجموا نوصلوهم للجمهور خاطر ممكن ترقت انت اكثر اللي شنو نقدموا للجمهور لكن زاد ما ترقتش للممثل شنو اللي ينجم يحس يمكن هذاك شنو اللي مفهوم واحد وكنت اتمنى يكون علاش داولت بصفه خاصه الوضع معناها المسرح التونسي مثلا توا في الوقت الحالي ومش السؤال ولو هو بالطبيعه باش يكون سؤال محلول ياسر معناها والنقاش يكون اصعب لكن ممكن يكون البعد يكون اهم بالنسبه لنا احنا معناها من ناحيه الموضوع معناها الموضوع معناه وتطرق للمسرح كفن كوسيلة باش توصل حاجات للمجتمع ولا لتنظيم المجتمع بصفة عامة. Je rejoins des points de vue qui ont été évoqués توا. Justement, votre exposé ou la conférence a été très collée à la chose publique. Alors que, je pense, au moins une grande partie d'entre nous qui sont venus, ça a un côté existentiel, une recherche existentielle. Et c'est ça qui nous touche. L'être. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme recherche pour l'acte ou la démarche de vouloir faire le théâtre. Ça, c'est un point, je pense, qui est important. Et merci encore. Donc, Ena Idhurli, il a parlé que des aspects positifs du théâtre. Le théâtre est une solution aux crises les qu'on a vécues. Il a parlé de la solution aux crises بالمسرح نختبر ذواتنا سي جي بيان غوتونو قال نمنح لسكننا بعد جمالي واكسيتيرا دونك الى بارلي دو سا يظهر لي اما انا نحب نعرف شنو هو يحل الازمات نحب نعرف اسكو المسرح زاد ينجم يخلق ازمه وشنو الازمه اللي ينجم يخلقها كسوسوا في الانسان في العبد والا في المجتمع يظهر لي ينجم يكون عنده ان افي انفيرس معناها بلوتو كو بوزيتيف او دو سوليوشن بور لي كريز. شكرا جزيلا للتفاعل نتاعكم الناس الكل. اللي نحب نقوله سا اذا كان بدر في ذهنك صديقي اللي انا تكلمت بشكل او باخر من التعالي فانا لم اقصد ذلك اطلاقا وعلى العكس لم ابدو كذلك
ما نمتلكوش كممثلين التعالي هو نوع من المنطق، هو نوع من التواضع زادة. أنت تعاليت بتواضع، وإحنا اليوم إذا كان فما شيء نحاول نجتمع حوله هو طرح السؤال، كيفية طرح السؤال معالجته ونبني نسق يون ديمارش ونمشي فيها. هو يظهر السؤال حول المسار أهم من وإحنا نعيش أزمة ولا نعيشوش أزمة ونزيد نعمل مكبوت وأزمات. هات نكشف المسار سيدي، الرجوع إلى الخلف ولا المشي المسار قدام. في كل حالات نحن مجموعة، المسرح هو مجموعة. كو بارامور اون فوا لي شوز ونمشيو مع بعض. اذا كان حسيتنا بمجتمع اليوم حسيتنا بالامور. وشكرا. اللي حبيت نقوله راه مش لهنا انا معاكم، اول ما قلت سنفكر جماعيا. اللي حبيت نقوله مش جني لهنا باش نبشر بازمه. انا في توصيف ازمه معينه، وفي اعتقادي ان الاجابه عن هذا السؤال او طرح هذا السؤال لا يمكن ان يمر بمعزل عن السياق الزماني والمكاني الذي نحيا فيه. أنا لا أبشر بأزمة، بل أتحدث عن الأزمة التي نعيشها جميعا. وأعتقد أنه على مستوى فني، مش حتى في المسرح فقط، في الرواية، في السينما، في الشعر، في كل شيء، والوراهن السياسي والاجتماعي والثقافي، أحببنا أم كرهنا في هذه البلاد على الأقل زمانيا ومكانيا نمر بأزمة. وفي اعتقادي فإن طرح هذا السؤال يجب أن يمر من خلال السياق الذي نحيا فيه، حتى لا نستطيع، حتى لا نجيب عن هذا السؤال بشكل مجرد وما نبقاش نعومه فيما هو نظري. وحين تحدثت عن الفضاء العمومي، فإن الفضاء العمومي هو الوحيد الذي يجعلنا نقر بطبيعة وجودنا في داخل هذا الفضاء. اللي يتحكم في الفضاء العمومي، باش نشرح شوي اللي كنت نحكي فيه قبل، قلت ثلاثة أجهزة. ثلاثة أجهزة ضوما: الثكنة، الجامعة، ثم والمسجد. المشكلة أن ثلاثة أجهزة ضوما أو ثلاثة آلات ضوما ضد المشترك، ما ثماش مشترك بيناتهم، لأن الثكنة تفكر بمنطق الحقيقة المطلقة الداخلية ولا الجيش ولا غيره، آلة الدولة الحديث فكر بحقيقة المطلق. الجامعة أو المدرسة التي ندرس فيها الآن لم تعد تنجب مفكرين أو فلاسفة، وهذاك علاش تم التصحر أكاديمي كبير ياسر موجود في البلاد. ثم المسجد لم يعد ينتج سوى إلا إرهابيين. النقاط تضم ثلاثة ضد إيجاد مشترك إنساني بنات بعضنا، وهذا اللي ضر بوجود شخصياتنا في هذا الفضاء ولم ينتج سوى بشري أو إنسان لديه العديد من العقد والأزمات. هنا تحدثت عن المسرح كواقع في هذا الفضاء. المسرح حين ينزل في هذا الفضاء هو قلب المعادلة، هو إنتاج المشترك الذي يستطيع دحض عدم التواصل بين هذه الفضاءات أو عدم التواصل بين هذه الأجهزة القمعية، وهو الذي يؤسس للفكر المواطني الصحيح اللي نجم يخلينا نتعلم أكثر ونباشر مهماتنا كذواتات بشرية أكثر في هذا الفضاء ونحقق وجود مختلف. هذا اللي كنت نقصده أنا، لأنه ما نجموش نحلم أنا ننتج مفكرين كبار ولا كذا ونحن نحف في فضاء كهذا الشكل، وما نجموش زادة نبنوا سرديات مسرحية عظيمة جدا كالتي كانت تصل لولا الناس ما عليها، ونحن نحيا في فضاء عمومي شدين العامة مش الناس اللي ثم فرق بين العامة التفكير العمومي والذي يبحث عن المشترك بيناتنا جميعا والتفكير متاع العامة اللي هم الرعاع بلغة أخرى. هذا المقصود في هذا. لا، ما ثم فرق، ثم فرق بين أني عنا بارشة ديمقراطية ولا عنا فراغ ولا عنا ضجيج ديمقراطي. ها نقول لك علاش نفسر لك هنا الفرق بين العمومي والعام والعامي. اللي يتكلموا تو باسم الديمقراطية هم يمثلوا الوجود العامي الغوغاء الضجيج، وما ثماش تفكير بشكل عمومي يعني اعمال العقل في هذا التفكير. لهنا المشكلة تحصل. لهنا سؤال نحاول نجاوب عليه، طرح عليا ما هي الازمه التي يمكن ان يحدثها المسرح؟
المسرح لا يحدث أزمات على نحو سلبي. أعتقد أن الأزمة الوحيدة اللي نجم يرتكبها المسرح كجريمة مشتهات، أقول كجريمة مشتهات نحبها، هو إدانة الراهن الحالي، وهو اختراق السائد الحالي، وهو إعادة تأهيل الإنسان وتربية الإنسان على نحو جمالي من جديد في هذا العالم. دون ذلك فالمسرح لا يمكن أن يكون مجرد تقنية نضالية، والمسرح لا يمكن أن يلعب دور السلاح، دور سلاح الجنود متاعنا ولا الداخلية ولا الجيش، هم يهزوا سلاح ويقتلوا الإرهابيين، مش دور المسرح. دور المسرح هو التفكير بشكل يخول الإنسان طرح الأسئلة الكبرى. وحين نطرح سؤال لماذا المسرح، لماذا المسرح، قلت من الأول أرى السؤال هذا طرح علينا أحنا في تونس من زاوية المسرحيين الذين يفكرون ببطونهم، لأنه ثم أيضا شريحة من المسرحيين اللي مارسوا في المسرح مهمتهم الوحيدة كيفاش نجم نعمل عرض ونأخذ قبيزة ونروح على روحي، هذه هي مهمتهم. معنا نعطوهم برشا فلوس نحن غدوة في الأيام تيبطلوا المسرح هذا، ولا يمشوا يعملوا نقابة أخرى كالذي يحدث أو الانخراط. التحدث قلت طرح علينا من هذه الزاوية، ولذلك يجب أن نفكر من زاوية أخرى. الزاوية الأخرى التي طرحتها للتفكير هي كيفية اختراق المسرح لهذا الفضاء العمومي. لماذا؟ لأن المسرح هو الفن الذي ينظر إلى العالم أكثر من زاوية. الآلات التي تحدثت عنها تمتلك الحقيقة المطلقة، تفكر بمنطق الكليات، المسرح يفكر بمنطق الجزئيات. المسرح ينظر للعالم بأكثر من زاوية، لأنه لا يؤمن بالحقيقة الواحدة، يمنع عنا التعصب، يعلمنا فن السؤال، يعلمنا فن النقد، في حين أن الأجهزة الأخرى التي تمتلك الفضاء العمومي والتي تسير الفضاء العمومي تتكلم وكأنها ترتدي الحقيقة المطلقة أو لكأنها الله الذي لا يجب أن يناقش. هذا ما أردت قصده، وإذا كانت ثمت أسئلة أخرى. بربي هوني عندي سؤال، أنا المسرح pour qu'il puisse impacter il faut déjà recruter، معناتها المسرح هي شريحة صغيرة، أنا جي لامبريسيون اللي متأثرين معناتها سواء بالمسرح ولا يتبعوا المسرح ولا اللي المسرح عندهم عليه امباكت. دونك هوني السؤال سي كومون، معناتها كيفاش المسرح ينجم يكون بلوز انكلوزيف و يفي بلوس دو ريكروتمون معناتها في الماس اللي باش يمسها. ناش كان واضح السؤال؟ باهي. Pour pouvoir, tu impactes. Pour pouvoir impacter, il faut l'idée ou la chose qu'on véhicule, il faut tous une masse. La masse, c'est le jour où il n'y a pas de chose. Il y a un jour où 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 il y a un jour. معناتها الصوت والسؤال اللي اليوم نطرحه فيه entre nous والشوية عبيد، معناتها on touche pas la majorité pour pouvoir impacter. كيفاش اليوم المسرح il peut faire du recrutement de l'inclusion باش الافكار توصل وتكون plus impactante؟ هذا هو السؤال. مش ريكروتي دون سانس ريكروتي امباكت انا بلا امباكت. انا نتفاعل مع تو في المسرح قلنا معناتها يحل المشاكل نتاع المجتمعات، كي فما جيش وفما مدرسه معناتها بالنوع هذا، مي كي تبدا مثلا في البلدان اللي ما فيهاش مشاكل، فيها ديمقراطيه حقيقيه، فيها كيما مثلا بلدان سكندينافي، انه با بزوان دو مسرح معناتها مش معناتها ما تجيش يولي فرهد برك، فهمت اش معناتها؟ خاطر توا معناتها تحكي لنا انت على المسرح كوم كوا هو حلل المشاكل، كيف فما دين، كيف فما مدرسه معصبه، وكيف فما جيش معصب. نتفاعل مع تفاعلكم الزوز في الاجابه عن الاهتمام. انا كيفك ما ننكرش انه المسرح حاليا متقوقع على أناه، لأن الذي يشاهد المسرح الأغلبية التي تشاهد المسرح هم المسرحيون،
والمسرح ما وصلش لشرائح كبيره من المجتمع. هذا ما هوش دور المسرح يزادها وحده، ما يتحملش فيه المسؤوليه وحده، لانه المسرح كطرحت قبل القضيه قلت راهي ثم ازمه في الفضاء العمومي، كتتحل ازمه الفضاء العمومي تو نلقوا مناخ نتاع انسان يجي يتفرج في المسرح، لانه المواطن البسيط اللي تسيطر عليه الاجهزه القمعيه هذيك، تدجنوا التلفزه، تدجنوا الاعلام، تدجنوا للبرلمان اللي موجود في البرلمان، يتم تدجين الدجن وزاد المدرسة، تخلق لك إنسان عامي وتافه بالضرورة. هذا الإنسان لن يتجه إلى المسرح بل سيتجه إلى مسائل أخرى، لأن هذا هنا نولو نحكي على حيوانة الإنسان، بهملة الإنسان، هذا هو البقي ينتجنا الفضاء العمومي. وبالتالي فإن الفضاء العمومي هذا بالمدرسة متاعنا بالأجهزة اللي موجودة فيه لا تنتج إنسان مواطني صحيح يفكر على نحو المواطنة، على نحو الديمقراطية، وبالتالي عنده هم جمالي وثقافي جيل المسرح. الأزمة لا تعود للمسرحيين وحدهم، تعود أيضا إلى أزمة وجودنا في فضاء عمومي لم يؤهل الإنسان بعد ليرتقي إلى درجة المواطنة. حين تحل هذه المسألة سيجد المواطن نفسه من تلقاء نفسه في جمهور المسرح مع المسرح والمسرحيين. لهنا نرجع لك، نرجع لك. قلت أنت مثال في بلدان أخرى متطورة ياسر وما عندهاش مشاكل، شنو هو دور المسرح؟ أنا ما نتصورش كان ثم شعب من شعوب الكرة الأرضية اللي تعيش ما عندهاش أزمة. لنفترض جدلا، نحلم معاك على أقصى تقدير، أنه نحن مثلا في تونس في 2050 ما عندناش حتى مشكلة اجتماعية، وحتى مشكلة اقتصادية، وحتى مشكلة سياسية. هل عطيت اكزومبل نموذج بسيط باش نوصل المعلومة. ها نرجع لك أنا النرويج. باه نقول لك يعني باش نمشي لها النرويج نزولا عند رغبتك، باش نمشي ما ثمش حتى مشكل. لا انا نقول لك المجتمع ذاك فيه مشكل، واكيد ثم مشكل. نرجع لك انا لانه زاد ثم اسئله مستحيله تعترض الانسان في الكون هذا ديما تخلق له نوع من القلق او كذا. نعطيك انا نحكي لك على ملحمه قديمه نخرف لك تخريب باش نحاول نقرب لك هذه التصويره. في القديم الزمان كان ثم مدينة كبيرة ياسر، الملك متاعها اسمه قلقامش. قلقامش هذا ما عنده حتى مشكلة، جات الناس الشعب متاعه اشتكاوا من السلطة ومن دكتاتورية قلقامش، فاقترحوا عليهم صياد يمشي للغابة. ولا الصياد هذا شنو اقترح عليهم؟ اقترح عليهم يجيبوا امرأة اللي هي البغي تمشي للغابة، ثم شخص اسمه أنكيدو بري يعيش مع الحيوانات. البري هذا أروضاته البغية ديك وجباته للمدينة اللي فيها قلقامش، وتعاركوا قلقامش وتصارعوا برشا، من بعد ولاوا أصحاب لأسباب عديدة باش مع القتل الحكاية ولا برشا. مات في يوم الأيام، مات أنكيدو صديق قلقامش. قلقامش هذا اللي ما ينقصه شيء في الحياة يتصدم صدمة خيبة ياسر، يكتشف ثم وقتها أنه ثم حاجة في الدنيا اسمها موت، لأنه شاف جثة صديقه. بساح قلقامش في البراري يبحث عن لغز الموت، ما عنده حتى مشكلة، أما مشكلته تولت مع الموت. فإذا به يتحصل على عشبة اسمها عشبة الخلود، وهو مروح حط الزورق متاعه على الضفة متاع النهر وهبط يرتاح. جاء الحنش كلا العشبة ذيك، ومن وقت الحنش يبدل في الثوب متاعه، وقلقامش سي نورمال باش يموت لانه ما كلاش العشبه كلا الحنش. والاقصى والاكثر دهشه في الامر انه العلم الحديث حاليا، ونحن تو نتعدوا على الفارماسي باش نشرو بافيت، تشوف انت السمبول نتاع السينغرافيه ذيك الحنش اللي هو رمز الخلود والتجدد، جاي من اسطوره قديمه. يعني الانسان في اي حضاره يعيش فيها، في اي فتره يعيش فيها، دائما لديه ما يؤرقه، ودائما لديه مشكلة تبعه، ودائما لديه أسئلة تحيره. دونك المسرح ديما موجود لأنه ينتمي إلى فن السؤال. والمسرح منذ الأزل حتى قبل ما يولي اسمه مسرح عند البلاد اليونانية، هو كان في شكل احتفالات جماعية. الاحتفالات هذه كان يقوم بها الناس، كان صبت المطر شيخ وتفرهته، كان ما صبتش المطر الجفاف كذا. وكان عندهم الإله متاعهم ديونيزوس وقتها اللي هو رمز الخصب والانبعاث. في الربيع تجي الصابة يفرحوا به،
يخرج لهم الإله ذاك، وفي الصيف موسم الجذب يموت ويبدأ البكاء متاعهم، لأن المسرح مبني على الانفعالات الإنسان مع الطبيعة اللي كان يعيش فيها، ومبني أيضا على الانفعالات الإنسان داخل المدينة اللي عيش فيها. وهذاك علاش حتى كنتسألوا نقولوا للمرة الألف لماذا المسرح، ونحن نعرف أن السؤال يورطنا واللي هزنا الأزمة. ما المسرح ما يزمناش نخاف ونقولوا رو المسرح ما عندوش جمهور، كما قلت المسرح لا ينتهي لأنه خالد بوجود الإنسان. وقت تنتهي الإنسانية على سطح الأرض بقرار ما تو ينتهي المسرح. ما دام البشري الإنسان الدم الحار الموجود في الدنيا هذه دونك ربش يبقى مسرح. ولا. انا حبيت ان ما نعرفش شنو اللي وصلكم من تدخل في حاتم، انما انا وصلوني مش معلومات، معطيات عكس ما وصلكم تماما، لانه المساله في نفس الوقت هي مجرده على الواقع الاجتماعي ولا البيئي، مجرده ويمكن فك الشيء المجرد. لقينا رواحنا اوسي ثم تشابه، كي نجاوب انا عارف حد كيف سونيا تقول عاد شبيه الدين يا اخي، هو هذاك الدين مش الناس كل الناس كل الدين باهره، مش هذا الموضوع، مش نقد الديني، انما بحكم وجوده هو يمثل سلطه ال شو اسمه اللي سماها نعم بون الحقيقه المطلقه مهما كانت الدين، يبداش حتى بوذا مو الحقيقه المطلقه باهي. دونك كل المجتمعات عندها قواسم مشتركة، سواء احتاجت للمسرح ولا ما احتاجتوش، فعندنا قواعد مشتركة هذوما الثلاثي اللي هو، ومش معناها أنه المسرح متسامي على هذا النجم في الممارسة الشعوب كلها، مش ناس كل قال اللي هو كيفاش يتحرك المسرح على نحو المقاومة لا المواجهة. ثم زاد ثم المقاومة ثم المواجهة وثم المطايا المواطئة التواطؤة، فهمتني؟ مهنة وفلوس ومدخول وأمور ونقابة وستيرة، هذا من كل خارجين من نقطة الجدال. وانتم عندكم ميزة اللي انتم موجودين هنا مع كمش مرتبطين بالواقع المعيشي للفن، لا للمواجهة، يظهر لي في خبرتكم انتم أكثر في منطق المقاومة. المقاومة مش معناتها مش بس من عن بوك وبوبوك ولا حتى المواجهة مش بالبنية، ثم انسلاخ على الإجماع، مو الإجماع خاصة كي احنا نعيش في مجتمع إجماع وليس مش مجتمع اختلاف، واللي كان واللي هو مطروح في مجتمع الاختلاف، حتى في مجتمع الاختلاف مطروح لخاطر السلطات الثلاثة اللي يحكيوا عليها الإجماع موجودة في المجتمعات الكل. بالدليل قلنا احنا توا هو بيتر بروك في نهاية عمره ومازال يتسأل لماذا، وخطروا في تونس ومع الناشي مسرح ودول ثقافة مهربة ودعم سؤال على الليميت ميتافيزيك، معناتها انتم مكنش معنيين بالفيزيك أكثر من ميتافيزيك. شكونوا تحكي عني أنا؟ ايه فهمت، الحديث خارج سياق الممارسة المسرحية المعيشية هكا ولا مانيش في المعيشة، وكان في المعيشة راهو ما نحكيوش على المسرح جملة احنا باهي. وهل هناك مجتمعات بدون مسرح؟ ما نتصورش، لأنه الضرورة الإنسانية هذا البشر يحب يخرج على يتمرد على المألوف على الإجماع، وثم مجتمعات تتيح وثم مجتمعات لا تتيح. انا هكا وقت كنت زعما في وين هي في المواجهه قلت انا اناضل من اجل مسرح بدون جمهور. قال لي بدون مسرح بدون جمهور تعملوا في داركم؟ لا، ما تصويره هي تصويره على ما المسرح ما هوش مرتبط بالمقابل. تو شكون تو هاو الناس معايا يجيو للمسرح؟ مش معناها ما تماش مسرح ما يجي وما يجيش. الاحتياج شنو هو ساعة؟ إذا كان احتياجه هو بيد ومعيشي يحب يطمئن، إذا كانت مش تحير له المقلقات هو يحب يطمئن، هو يحب يروح متهني
بجميع الوسائل. ثم وسائل اطمئنان موجودة حتى المسرح اللي هو مدين يطمن معناه. ثم مسرح مدين، ثم مسرح عسكري وبوليسي، ثم مسرح مدرسي موجودين. هذا مجتمع حاشوا بهم حاشوا بهم، ولكن وين يوصلهم الشيء هذا؟ يوصلهم كان للإجماع، الناس كل متوافقين موافقين. ولذا نعاود نشكر سي حاتم، لأنه فعلا أنا ماذا بيه تنشر الشيء اللي كتبته هذا. هي موجودة موجودة باش نزيدوا نحن كيف باش من المناطق اللي باش ندخلوا لها يظهر لي نحاولوا نبعدوا شوية على احتياجاتنا احنا اليوم. انتم هنا انا ماذا بيا اي انت ماذا بيا اي باهي معقول يعني يمشي، اما هات نشوفوا الامور من وتيرة اخرى من ناحية اخرى. وسي نوفل قال اي بيسير كل يعني حتى لفارم والكلام اللي قاله بعيد على المفردات اللي عنا نستعملوا فيها دكت. كي تفاجئتوا انتوما تفاجئوا من داخل الشيء اللي قالوا، مش دي الاكستيريور. مش بيك خويا تكلم فينا من الطاق العاشر خويا مولا باس احنا مسرح روش بيك اتنسيون، لا نبعد على الشيء المتوقع اللي نستنى فيه ونسمع حاجة ممكن في السلوم موجودة نطلعوا لها معناها شوية باش نجم نعيد النظر حتى في 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 مش عند نظر هو معناها نعم اي خاطر انت تو من غير ما تشعر هو قال الدين وانت قلت له عاد انا واحد هاني انا نصلي ولا بس عليه هو ما فوالا باه داكور. زدت ثم استفسارات استوضيحات بيان باه سي طاهر بكي يعني حجينا نروح هو حب لي هو دونك اول حاجه نشكرك على المداخله اللي عملتها. الا انا وفما كلمه تعودت برشا مرات هو تخريب الخرده، قلتها 5 ولا 6 مرات معناتها بيسكو هي خرده، معناتها علاش نخربوا فيها؟ انا سي توفيق ذكرت مصطلح الخرده الفنيه، ذكرت مصطلح الخردة الفنية هو المصطلح مش ليا أنا. الجملة الأخيرة ولا قبل الأخيرة قلتها الكلمة هذه وقلتها قبل 3 ولا 4 مرات مش مشكلة، النجم نكون عودتها برشا مرات أما أنا نحب نوضحها مش مشكلة. لا معناتها مش مشكلة معناتها لهنا معناتها علاش نحكيو على الفضاء العمومي أو الفراغ العمومي ونحكيو على المشترك ونعتناه بالخردة بعد نحب نهدمه معناتها علاش؟ معناتها نمشي نبني وكهو معناتها. يبدو أنك فهمتني على سبيل الخطأ أو ثم سوء فهم. أنا ذكرت مصطلح الخردة الفنية. الخردة الفنية هو كمفهوم أو كمصطلح مع شكون جاء؟ جاء مع برشا فلاسفة اللي هما مدرسة فرانكفورت. المدرسة هذه تولدت في ألمانيا اللي هي ضد الكيتش الفني، الابتذال الفني. وهذاك علاش يسموه الخردة الفنية. يعني المسرح لا ينتمي إلى نماذج المسرحية الموجودة، مسرح التجاري وغيره 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 وغيره. المسرح هو في علاقة وطيدة بالقضايا الكبرى للذات الإنسانية في المحيط الاجتماعي والسياسي ككل، ولا يمكن أن ينزل المسرح إلى مصاف ما يمكن أن نصطلع عليه بالخردة الفنية. فقط هذا الكلمة ذكرتها في السياق هذا. يبدو أنه ثم نوع من سوء الفهم فقط. يعطيك الصحة فعلا كان هكا ولا